عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد هل ينطبق عليه الكلام اللي احنا بنقوله ولا لا؟ عمر كمال عبد الواحد اخر موسم ليه في مودرن فيوتشر القصه ما فيهاش كيمياء اما برضه اقول ان الاهل عايزه طبيعي الزمالك عايزه اكيد لعيب كبير بيراميدز في الموضوع طبعا مودرن فيوتشر هيعمل ايه؟ هيجدد له ولا مش هيجدد له؟ انا ما عنديش تفصيله قوي في القصه دي بس هقول لحضراتكم وجهه نظري عمر كمال عبد الواحد لو الدكتور وليد دعبس ما جابوش قعد في المكتب ومضى العقود والعقود في الدرج والعقود في الدرج يبقى المنافسه شرسه جدا 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 ما بين مودن فيوتشر والنادي الاهلي وبيراميدز في هيكون فين السنه الجايه لو احنا كل الانديه دي بتتكلم ومودن فيوتشر مضى عمر والعقود في الدرج يبقى الانديه دي هتخبط على الباب وتقول انا عايز عمر بكام وهيشتريه من فيوتشر وهنا القرار لمودرن فيوتشر هيبيع ولا لا حد يقول لي ما هو ممكن في يناير يمضي اقول له اه بس عمر ما نادي هيروح يشتري في يناير عشان الكام شهر دول هيسيبوه حتى لو وقع في يناير في يناير وهو ما ما في مودرن فيوتشر ما حدش هياخده هيمضي وهيتنقل بدايه السنه الجايه هيروح فين حسب موقف مودرن ع... مودرن فيوتشر عمل ايه دلوقتي مضى ولا ما مضاش خلص ولا ما خلصش مضى خلاص ما مضاش هيخش المزاد زيه زي الاهلي زي الزمالك زي بيراميدز واللي معاه كاش هو اللي هيخلص هي هنا بقى ما فيهاش الكوره لا فيها بقى انتماءات ولا اختيارات عمر كل الخطوط مفتوحه في ناس قالت لك عمر مش هيلعب غير في الزمالك لا اما عمر نفسه اتسال قال لك انا المجال عندي مفتوح العب للزمالك العب للاهلي العب لبيراميدز اكمل في مودرن ما... فيوتشر ما عندوش مشاكل مودرن فيوتشر على فكره نادي كبير وقدر منه انه هو يروح المنتخب ويكسر الدنيا فبالنسبه لوجهات نظر اللعيبه بتاعه زمان انا ممكن اضحي بفلوس عشان العب هنا مقابل لا الفلوس بقت اساسي وفي الاخر انا هروح اه جماهيريه اكيد حاجه مهمه جدا ولكن حسب العروض الماديه ده ما يخص عمر كمال عبد الواحد تعالوا نشوف اخبار الزمالك ايه